أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من تحت الضوء. تتسع دائرة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في إيران، والتي ارتفع سقف مطالبها إلى إسقاط الدكتاتورية مثلما نادى المتظاهرون، بعد أن كانت احتجاجات مناهضة للفقر والبطالة وإهمال الدولة للمواطن الإيراني. مع أن وسائل الإعلام العالمية لم تغطي تلك الاحتجاجات ولم تعطها حجمها الحقيقي كما يجب منذ فجر انطلاقتها، كما أن إعلام الأنظمة التي تدور بفلك النظام الإيراني أيضا لم تغطي أخبار هذه التظاهرات. مراقبون يرون أن الشعب الإيراني يعرف جيدا الأسباب التي أدت إلى هذه الحالة الاقتصادية المتردية، وهي سياسات النظام التي يحكمهم، فرفعوا شعاراتهم ليس ضد غلاء الأسعار فحسب، بل تطورت لتكون ضد التدخل في شؤون دول الجوار وغير دول الجوار، وضد دعم الميليشيات في العراق وسوريا واليمن ولبنان وغيرها، ما أرهق كاهل إيران. والسؤال المطروح في هذه الحلقة: ما دوافع وأبعاد التظاهرات الإيرانية، وما تأثيراتها المتوقعة على المشهد السياسي في إيران وكذلك على السياسة الخارجية، لا سيما في سوريا والعراق واليمن ولبنان والنفوذ الإيراني فيها، كذلك في غيرها من الدول؟ إلى أي مدى تم استنزاف النظام الإيراني فعليا على المستوى السياسي وأيضا على المستوى الاقتصادي؟ أرحب بضيفي في الأستوديو الأستاذ أسامة الملوحي، رئيس هيئة الإنقاذ السوري. مرحبا بك أستاذ. حياكم الله. وأيضا سينضم إلينا لاحقا الدكتور نبيل العتوم، المتخصص بالشأن الإيراني، والأستاذ صباح الموسوي، المتخصص بالشأن الإيراني أيضا. فمرحبا بضيوفي الكرام. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونبدأ النقاش، كونوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على التظاهرات الإيرانية وتداعياتها المتوقعة. أبدأ بك ضيفي الكريم أستاذ أسامة الملوحي، رئيس هيئة الإنقاذ السوري. أستاذ أسامة، يعني من وجهة نظركم، ما طبيعة هذه الاحتجاجات التي اندلعت وتظاهرات في إيران؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هناك أمور تراكمية أدت إلى ما حصل، والغريب في ما حصل أنه ليس له سبب مباشر واضح. دائما لدينا أسباب غير مباشرة وأسباب يعني مباشرة، ولكن لم نرى حدثا هاما يشعل هذه التظاهرات. ولكن نحن إذا تابعنا 2009، تابعنا أيضا حراك أيضا في 2012، وسمعنا عن استعدادات من أجل حراكات داخلية ولم نجد لها يعني فعليا على أرض الواقع بدايات. لكن هذا يجعلنا أنه هذا الحراك نصبر، ننتظر، نراقب، نحلل، ولا نتسرع، ولنقول بأن هذه الاحتجاجات وصلت إلى مرحلة الثورة أو الربيع الإيراني كما يسميه البعض ضد نظام الملالي. يجب أن يعلم المشاهد الكريم أن كل التناقضات الخطيرة، وأنا أسميها الألغام، موجودة في النسيج الإيراني الذي تكون من خلال المؤسسة الصفوية المذهبية الحاكمة في إيران. لديك التناقضات المذهبية، بمعنى هناك اضطهاد ضد المذاهب الأخرى أو ضد المكونات الأخرى الدينية وضد السنة بشكل يعني أكثر تحديدا. تجد أن نسبة الشيعة في إيران، قد يتصور المشاهد أنهم يعني 90%، وهم يعني ما بين 60 إلى 65%، وهناك أقليات يعني قومية سنية أيضا، ولكن لا يوجد عندنا في طهران مسجد واحد لأهل السنة ولا في سائر المدن الإيرانية. التناقضات المذهبية أولا، هناك تناقضات حضرية ما بين ريف ومدينة، ولذلك نجد أن هناك أعداد كبيرة جدا من الحرس الثوري كانوا من الريف، وهذا يحتاج تفصيل ودراسة أيضا، أنه يعني هذا التناقض الحضري والريفي موجود أيضا ضمن هذه المؤسسة وكرس. هذا أمر. الطبقية موجودة، نجد أن هناك من رجال الدين أنفسهم هناك طبقة من الحكام يعني متكبرة وعندها العنجهية، ويصلها مال خاص عن طريق يعني ما يستخدمون قضية الخمس وغير ذلك، حتى يكونوا طبقة مميزة منتفعة رابحة دائما
تضحياتها في أقل ما يمكن، وهناك طبقة أخرى فقيرة يعني ضمن المؤسسة الدينية لديك طبقية، وحتى يربطونها أيضا بأنه هذا سيد مثلا يعني يلبس عمامة سوداء، وهذا غير سيد أصلا لا يحق له أن يصل لمنصب مرشد عام أو يصل إلى مثلا مجلس الخبراء أو رئيس مجلس الخبراء إلى ما هنالك. لذلك نجد الطبقية موجودة، صراع حضري موجود، صراع مذهبي موجود، إضافة إلى القضية الاقتصادية. الصراع القومي يجب علينا أن نسلط الضوء عليه، لأنه ارتباط المذهبية بالفرس أنفسهم أيضا ارتباط وثيق، هم شاهدناهم خارج إيران يفرطون بمثلا بين قوسين الشيعي العربي، الشيعي اليمني، الشيعي الأفغاني، ولكن تفريطهم بالشيعي الفارسي هو في الحد الأدنى، وغالبا ما نراهم قادة وليس جنود في الورطات أو يعني التدخلات الإيرانية خارج حدودها. لذلك لدينا مجموعة من الأمور كلها تقود إلى يعني صراع واشتعال ثورة واشتعال وأن يكون هناك حراك خطير داخل إيران. ولكن لنركز على الناحية الاقتصادية، لدينا مجموعة أمور هامة للغاية ذكرت حتى من على ألسنة المتظاهرين، التدخلات الإقليمية والصرف الذي يجب على المشاهد أن يعلم أن هذا الصرف خارج إيران بلغ مئات المليارات وليس عشرات المليارات، مئات المليارات. هناك لدينا أرقام موثقة أنه 70% من الإيرانيين تحت خط الفقر، تحت خط الفقر. لدينا البطالة زادت خلال السنتين الأخيرتين أكثر من 15% زيادة في البطالة. لدينا أمور كثيرة جدا، لدينا مثلا نقص في هطول الأمطار ل 10% متوسط هطول الأمطار في السنتين الأخيرتين هبط إلى 900. لدينا محصول القمح انخفض، إنتاج القمح عندهم 40%. نتكلم عن إفلاس للبنوك وتأثر المواطن الإيراني بإفلاسات لبنوك بالجملة، وينتظرون مواردهم منذ أكثر من سنة، ووعدتهم الدولة أو وعدتهم المؤسسة، لا أسميها دولة، المؤسسة الصفوية الحاكمة في إيران، وعدتهم بالتعويض ولم تعوض أحدا. إذن لدينا تراكم لأمور كثيرة جدا أدت إلى اشتعال هذه المظاهرات. وأعود وأكرر أنه دور المعارضة الإيرانية إن كان من مجاهدي خلق وحتى المنظمات الأحوازية لم نرى له يعني دورا في هذه المظاهرات على الأقل إلى الآن، ويجب عليهم أن يتحركوا وأن يغادروا يعني مقراتهم في فرنسا وغير فرنسا، وأن يكونوا موجودين على الأرض الإيرانية في هذا الحراك ليصل إلى مستوى ثورة، لأن كل شعوب المنطقة، واليوم نظهر أن الشعب أو الشعوب الإيرانية أيضا تعاني ما تعاني من هذه المؤسسة الصفوية الطائفية التي فعلت ما فعلت. إذن ليس فقط الشعوب العربية أو الشعب العربي كله في كل المناطق المجاورة يعني أصابه الضرر من هذه المؤسسة، اليوم بشكل واضح وبالتفصيل نرى أن الشعوب الإيرانية أصابها الضرر الشديد، والتخلص من هذه المؤسسة هو يعني بداية الأمل للجميع داخل إيران وخارج إيران. نعم، أرحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ صباح الموسوي المتخصص بالشأن الإيراني. أستاذ صباح، بداية مرحبا بكم. يعني إلى أي مدى ترى أن ما يجري في إيران يعكس حالة أو إلى حد ما وجود أزمة اقتصادية خانقة تمر بها إيران، أم أن الأمر هو يتعدى ذلك، يتعدى القضية المطالبات المعيشية نتيجة تراكمات الممارسات غير السليمة للنظام الإيراني التي أدت بالتالي إلى حصول هذه التظاهرات؟ أنتم كأحوازيون أستاذ صباح كيف تنظرون إلى هذه التظاهرات وكيف تصفونها؟ مساء الخير بداية لك ولضيوفك وللمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ صباح. الواقع أنه الوضع في إيران ليس وضعا اقتصاديا، يعني الأزمة حاليا سببها ليس فقط هي الأزمة الاقتصادية، وإن كانت المظاهرات والاحتجاجات ابتدأت بسبب أزمة اقتصادية، لكنها تطورت إلى أن تتحول إلى أزمة سياسية حقيقية. والأزمة السياسية في النظام
قبل أن تكون بين النظام وبين الشارع الإيراني بمكوناته القومية والدينية. علينا أن نعرف الواقع الذي أدى إلى تطور هذه الأزمة التي الآن هي في حالة اشتعال وفي كل يوم تزداد اشتعالا. هناك صراع أجنحة علينا أن لا يغيب عن بالنا، إن هناك أزمة حقيقية في النظام، هناك صراع أجنحة، هناك ثلث أجنحة تتصارع داخل النظام. جناح الولي الفقيه خامنئي وأتباعه، جناح تنظيم الحجتية أو ما يسمى بجماعة المهدوية ورمزها السياسي أحمد نجات، وهناك ما يسمى بالتيار الإصلاحي وواجهته الحالية هو الرئيس حسن روحاني. هذه القوى الثلاثة الآن تتصارع، وكان صراعها محصور في دوائر ضيقة في المكاتب وفي المؤسسات، ولكن الآن انتقل إلى الشارع، وكل جناح يحاول أن يستخدم نفوذه وقوته في الشارع لإرضاخ الجناح الآخر والضغط على الجناح الآخر، ولكن الشارع الإيراني أيضا بدوره معبأ بالغضب، معبأ بكراهية النظام، فجاء من يحركه، جاء من أعطاه مبرر للتحرك فتحرك. هذا هو ملخص الحدث في الواقع. أستاذ صباح، إسحاق جيانكيري النائب الأول للرئيس الإيراني قال إن تداعيات هذه التظاهرات ستطال من يقف وراءها، يعني ماذا نفهم من ذلك؟ فهو هذا ما أريد أقوله، أنه هنا هو يبعث برسائل إلى الجناح الآخر، إنكم يا جماعة الولي الفقيه أو أنصار خامنئي، أنكم تحاولون أن تضغطوا علينا، أن تسقطوننا عبر من خلال الشارع. فأيضا سقوط الحكومة لن يقف، يعني الشارع لن يقف عند إسقاط الحكومة، فلو سقطت الحكومة وهي السد المتقدم في النظام ستسقط السدود الأخرى. فسقوط الحكومة سيؤدي بالتالي إلى سقوط ولاية الفقيه وسيسقط النظام بأكمله. فهو يحذر، ولذلك الشعارات هنا أستاذي الكريم علينا أن نتابع بدقة، وهناك شعارين يرفعان، شعار موالي للسلطة وشعار معارض للسلطة. الذين يرفعون شعار الموالي هم شعار يطلقه أنصار ولاية الفقيه، والشعار المعارض لخامنئي ولولاية الفقيه يطلقه أنصار أحمد نجات وأنصار حسن روحاني أو التيار الإصلاحي. ولأول مرة يكون هناك شبه تحالف بين أحمد نجات وبين حسن روحاني في هذه المعركة. هذول الجناحين أو لا الجناحين متفقون الآن ومتحالفون ضد نظام ولاية أو جناح ولاية الفقيه. دكتور أسامة الملوحي، يعني إلى أي مدى ترى أن جرأة المتظاهرين كما تابعتهم، كيف تنظر إلى جرأتهم في عام 2017 بالمقارنة بجرأة المتظاهرين عام 2009، التظاهرات التي كانت بسبب ما بعد التزوير الذي حصل في الانتخابات الإيرانية عام 2009، والآن في ضوء المطالبات التي ابتدأت بأنها اقتصادية ومن ثم تطورت إلى مطالبات بإسقاط الدكتاتورية؟ نعم، في هذا الأمر هناك تغير واضح، يعني المتظاهرون اليوم نرى منهم جرأة أكثر من أي وقت مضى.
يعني شاهدنا مقاطع الفيديو التي توفرت. نعم. أنهم يحاصرون رجال الشرطة، يحاولون عزل بعضهم ويمسكون بهم، يعني على الدراجات النارية يجعلهم يتوقفون، يأخذون بعضهم، وحصل ضرب وكذا. هناك أمر مهم للغاية في هتافات المتظاهرين، قالوا أمر مهم للغاية أنه لن نخدع بعد اليوم بلعبة إصلاحيين ومحافظين. هذا ذكر في المظاهرات. نعم. بطريقة أو بأخرى. لذلك الموضوع أنا في اعتقادي، مع احترامي لرأي الأستاذ، أنه الموضوع خرج عن الإصلاحيين والمحافظين. ونحن مثلا في سوريا عندما نرى الجهد الإجرامي الصفوي الإيراني في سوريا، نجد كله كان في عهد روحاني، ولم نجد له لا اعتراض ولا حتى جهد للتخفيف من الكذا والاعتراض، لم نجد له لغة يعني معتدلة. وجدنا كل التطرف وممارسة هذا التطرف خارج الحدود الإيرانية وداخل حدودنا في عهد روحاني. لذلك قضية الإصلاحيين، وأنا حقيقة هذا الشعار لفت انتباهي، أنهم قالوا لن تنطلي علينا بعد اليوم لعبة محافظين وإصلاحيين، لن نقبل بكلا الطرفين، لأن النظام الإيراني أو المؤسسة الصفوية لعبت هذه اللعبة واستفادت منها، أنه هذول إصلاحيين وهذول كذا، من يريد أن يتحرر فعليه بالإصلاحيين، يعني كمن يخيرك بين أمرين ولا يضع أمامك خيارات أخرى. فأنت يعني هذه اللعبة التي يعني دائما تمارس ضد الشعوب، أنهم يضعون خيارين أمام الناس فهم يختارون التيار الإصلاحي طبعا، لأنهم يريدون التحرر، وهذا خداع. الأمر آخر، يعني أحمدي نجاد، سمعت من الأستاذ أنه يعني اليوم هو حليف لحسن روحاني، بمعنى أنه من الإصلاحيين، وأحمدي نجاد أنا لم أعلم إلا أنه من المحافظين ومن صبيان المرشد، يعني المرشد الثورة الإيرانية. فهل انقلب وأصبح إصلاحيا؟ لا أعلم ذلك. أن أحمدي نجاد معلوم عنه أنه من المحافظين المتطرفين. في كل الأحوال هذه الجرأة تميز الحراكات السابقة، وتعطيك أن هناك عنفوان قوي، وهناك يعني عدم خوف من رجال القمع اللي نسميهم، الذين يقمعون المتظاهرين. هناك أمر آخر مهم للغاية، أنه وجدنا تحرك في أكثر من مدينة ضد المحاكم. المحاكم الأحكام التي تصدر في إيران في أغلبها مجحف للغاية، وهناك إعدامات مستمرة، يعني وأحكام الإعدام وتنفذ، وهذا أمر أيضا مضاف يجعل من المتظاهرين في حالة حنق شديد، وفرغوا انفعالاتهم وأحرقوا عدة محاكم أو أكثر من محكمة وأحرقوا الملفات. وهذا له أيضا دلالة في أن القضاء الإيراني قضاء متعسف ومنحاز ويعني غير عادل. فالقضية البحث عن العدالة أيضا من ضمن الأسباب التي دفعت إلى هذه التظاهرات. وأنا قلت لك لن نطمئن إلى استمرارها وإلى وصولها لحد اللا عودة إلا بعد أن نتأكد من أمرين. الأمر الأول يعني وجود تنظيم من قبل يعني مجموعات المعارضة، وأرجو أن الأستاذ صباح يعني أن يجيبنا ماذا أعدوا في مناطق الأحواز وغيرها من أجل أن استثمار هذا الحراك، ومن أجل أن يكون لهم دور. ونتكلم أيضا عن مجاهدي خلق الذين انكفأ دورهم إلى يعني تظاهرات إعلامية في فرنسا وفي دول أوروبية. بدون جهد لن نستطيع أن نطمئن إلى استمرار هذا الحراك. يجب أن يكون هناك جهد، يجب أن يكون هناك تنظيم، لأن الأمر خطير. بدون تخطيط وترتيب وتنظيم سيكون هناك فوضى واختراق وجر من المؤسسة الصفوية، جر للمتظاهرين إلى قضايا عنف وعنف مضاد، وستكون هناك كارثة إذا لم تسارع المعارضة الإيرانية بكل يعني فئاتها وألوانها إلى محاولة تنظيم هذه المظاهرات وترتيبها والتنسيق بين المدن كافة. أستاذ صباح، من الذي يقع على عاتقه التخطيط والتنظيم لهذه التظاهرات من أجل أن تحقق أهدافها؟ مثل ما ذكرتم أن هناك تحالفات قد حصلت، ربما قصدتم أنه يعني تحالف الأضداد، يعني حتى أن الرئيس روحاني في خطابه أو في كلمته اليوم قال بأن الشعب الإيراني سوف يخرج بالملايين للدفاع عن الثورة، سوف يخرجون إلى الشوارع. يعني هل هذا يعني أن الأمر وصل الآن إلى حافة الانهيار ربما؟
يعني الآن يعني من وجهة نظركم يعني كأحوازيين، هل هناك أي مشاريع خطوات فاعلة لجعل هذه التظاهرات منظمة لكي تؤتي أكلها؟ أستاذ سمير، بداية أنا أطلب من ضيفك الكريم أن لا يضع على كلام على لساني أنا لم أقوله. أنا ما قلت أن أحمدي نجات إصلاحي، أنا قلت الآن هو يتحالف مع حسن روحاني مع التيار تقصد تحالف ما الأفضل يسمى يعني. الإصلاحي ضد ولاية الفقيه. احنا بداية خلينا نناقش، او كما تحدثت سابقا ان نناقش عن السبب اللي ادى الى اندلاع هذه المظاهرات التي البعض يسميها ثورة، وهي لم تصل حتى الى مستوى الانتفاضة، ولم تصل بعد الى مستوى ما حدث في عام 2009، بعده لم تصل إلى هذا المستوى الذي وصلت إلى انتفاضة الخضراء في عام 2009. هناك صراع أجنحة، لازم نعرف هذا، أن خامنئي قرر إلغاء منصب رئاسة الجمهورية، وهذا ما أثار حفيظة الإصلاحيين. أحمدي نجاد الذي يمثل تيار ما يعرف بتنظيم الحجتية، وهو من أخطر التنظيمات السرية الموجودة في إيران، وهذا التنظيم الديني يدعو إلى إلغاء منصب ولاية الفقيه. انظر إلى هذه المعادلة، ولاية الفقيه تسعى إلى إلغاء رئاسة الجمهورية، منصب رئاسة الجمهورية، وتيار الحجتية يسعى إلى إلغاء منصب ولاية الفقيه، لأن تيار الحجتية يؤمن بأننا نحن الآن في عصر ظهور المهدي المنتظر، ولهذا ليس بحاجة إلى أن يكون هناك ولي فقيه ينوب عن المهدي في إدارة الدولة وفي الأحكام الشرعية. فهناك هذا الصراع الموجود بين هذه الأجنحة أدى إلى ما نحن فيه. هل تتفق الأجنحة؟ هذا ممكن. هل تتصالح الأجنحة عندما تحس أنه هي جميعها ستحترق؟ نعم، هذا ممكن. هناك قوة تابعة لتيار الموالي ولولاية الفقيه هو أكثر التيارات خشونة، وهو الذي يقوم بالتكسير، وهو الذي يقوم بالتخريب، وهو يقوم بأعمال العنف لكي يشوه صورة الانتفاضة أو المسيرات السلمية التي انطلقت. والحكومة أشارت بوضوح، وأحمد وحسن روحاني الرئيس أشار بوضوح إلى هذه النقطة، وهدد بأنه ستنزل الملايين بالشارع لصد هذه الجماعات التي تقوم في التخريب. نعم، فهو يعني تماما أن المخربين هم جماعة المرشد أو ما يسمى بالولي الفقيه. أما على مستوى الأحوازيين كأحوازيين، أولا في إيران لا يمكن لقومية واحدة أن تستطيع أن تغير الوضع في إيران. نحن عشنا مرحلة ثورة ضد الشاه، فكانت كل القوميات ساهمت، ولم تستطع قومية واحدة أن تواجه نظام الشاه، كما أنه الآن لا تستطيع قومية واحدة أن تواجه، أو شعب واحد من المكونات في إيران يستطيع أن يواجه هذا النظام. فبالتالي الأحوازيون لوحدهم لن يستطيعون أن يعني يغيروا من الواقع في النظام، ولا الفرس ولا الكرد. هذا يحتاج إلى عمل جماعي وإلى قيادة جماعية، ومع الأسف أنه لا توجد مثل هذه القيادة حاليا تستطيع أن تقود هذا الحراك. هذا الحراك ليس له قيادة معارضة، وإنما قياداته جميعها من داخل النظام، وهي قيادات
متضاربة يعني. إذن هناك الكثير من الأسباب مثلما تفضلتما ضيفي الكريمين، أسباب التي دعت إلى انطلاق واشتعال فتيل هذه التظاهرات، ولكن هناك من يتساءل لماذا فشل النظام الإيراني في تحسين المستوى الاقتصادي لإيران، رغم أن المشروع النووي الإيراني قد يحقق لإيران بحسب التوقعات أكثر من 120 مليار دولار كعوائد. سنناقش هذا الموضوع بعد فاصل قصير، كونوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على التظاهرات الإيرانية وتداعياتها المتوقعة. بالعودة إليكم أستاذ أسامة الملوحي. أستاذ، يعني المشروع الإيراني النووي كان من المفترض أن يعود على إيران بأكثر من 120 مليار دولار كعوائد، لماذا فشلت إيران في تحسين الاقتصاد الإيراني؟ ما الأسباب التي أدت إلى وصول إيران إلى حافة الانهيار وهذه التظاهرات التي حصلت؟ ومثلما ذكرتم أن لهذه التظاهرات تداعيات نتيجة ممارسات النظام الإيراني. الموارد تستنزف خارج الحدود، تستنزف في سوريا. أنا لدي مقال يعني حاولت من مصادر شتى أن يعني أصل إلى الرقم يعني القريب من الحقيقة فيما يتعلق بالإنفاق الإيراني لدعم بشار الأسد. هو يعني بلا شك أنه قد جاوز 100 مليار دولار، وحتى أن يعني البرلمان الإيراني طالب أكثر من مرة أن يكون هناك مفاتحة للسلطات السورية، سلطات بشار الأسد، أن يكون هناك رهن يعني بشكل رسمي لعقارات تابعة للدولة لصالح إيران، وهناك عقود الفوسفات يعني أخذتها إيران وإلى ما هنالك. هذا الهدر في الموارد، ناهيك عن الهدر في العراق لتمويل الميليشيات الموجودة هناك وفي اليمن وفي أماكن كثيرة جدا أخرى. لذلك هدر الموارد كان من ضمن الأسباب الواضحة، إضافة إلى الفساد. هناك تهم واضحة بالفساد، ونحن لا نتكلم عن شخص أو اثنان، نحن نتكلم عن طبقة كاملة، طبقة كبيرة وضخمة يعني أثرت على حساب الشعب الإيراني الذي كما ذكرنا وصل إلى 70% تحت خط الفقر. اسمح لي فقط أن يعني الآن أستاذ صباح يجزم بطريقة يعني أنا لا يعني أهاجم ما قال، ولكن هو يجزم جزم مطلق بأنه كل ما يحصل إلى الآن هو عبارة عن صراع جناحين ضمن السلطة نفسها. هل هناك أطراف تريد فعلا استغلال التظاهرات ذات المطالب التي ابتدأت اقتصادية؟ هل تريد استغلالها لتصفية حسابات سياسية؟ هل تتأطر هذه التظاهرات في هذا الإطار؟ يعني أستاذ صباح الحقيقة يعني يتكلم عن هذا الأمر بهذا الجزم، أنه هذه تصفية حسابات، هذا صراع بين جناحين ليس له علاقة بأي حراك شعبي أصيل حقيقي. أنا تلمست إشارات من خلال متابعتي أن هناك أمر خارج الإصلاحيين وخارج المحافظين كما ذكرت لك، وأن هناك شعار تردد أنه لن نخدع بعد اليوم بلعبة إصلاحي ومحافظ. هذا الأمر. ولكن هذا الجزم يعني هل يعني أستاذ صباح لديه المعلومات الكافية ليجزم أن ما يجري هو بالمطلق صراع بين جناحين، أم أن الأمر يتعدى ذلك؟ لا أعلم. أمر آخر يعني، لأن نحن في مركب واحد، نحن والأحوازيين، لذلك نحن نقول أنه والله لا نقول أنه المكون العربي أو المكون الأحوازي يجب عليه أن يتحرك وحده، ولكن أن يشتغل على أن يستثمر هذا الذي يحصل، أن يستثمر، أن يشتغلوا على تنظيم هذا الأمر، على أن يكون هناك يعني تنسيق مع سائر القوميات وسائر المدن في المدن العربية، يعني أن يستثمروا ذلك، وهو أدرى بقضية الاستثمار كيف تكون. هذا ما نريده وما نطلبه من الأستاذ صباح ومن كل الذين هم معنا في نفس المركب، لأن هذه المؤسسة خطورتها كما ذكرت أنا الآن هي تتعدى
يعني الشعب الإيراني إلى سائر الشعوب في المنطقة. هذه المؤسسة تفعل فعلها بأن يكون هناك كيان، وهذا الكيان ممول بملايين الدولارات، هو كيان هذه المؤسسة، وهذا الكيان معادي لما حوله، معادي لكل ما حوله من الناحية الطائفية ومن الناحية السياسية ومن عدة جوانب، لأنه هناك أيضا تدخلات إيرانية باتجاه تغيير ديموغرافي ليس فقط في سوريا، في سوريا وفي أماكن أخرى. لذلك أنه هل نجزم في هذه الحلقة ونقول بأنه والله أصل ما يحدث، أنا أتفق مع أستاذ صباح أنه ما يحدث، ما حدث إلى الآن لا يصل لمرحلة انتفاضة ولم يصل إلى مرحلة ثورة، هذا أتفق معه فيه، ولكن هل هذا الحراك جزما هو صراع بين جناحين؟ أرجو أن يوضح مرة أخرى طيب. أستاذ صباح لهذا الأمر. أستاذ صباح، هل يعني أنتم تجزمون أن الصراع هو بين جناحين؟ أنا لم أقل جناحين، وإنما أقول الثلاث أجنحة وأكثر، لكن هذا لا يعني أنه كل الذين خرجوا بالشارع هم تبع لهذه الأجنحة. لا، هناك قوة أيضا، قوة مستقلة، قوة تمثل الشارع، واستغلت هذا الصراع ودخلت ورفعت شعاراتها. يعني الأمر ليس أنه دائما. طيب لماذا صار لماذا يعني لماذا أستاذ صباح؟ أنه وكأنه هذه الأجنحة هي التي تغير الشارع ولا يوجد قوة أخرى. لا، أنا لم أقل هذا. ثانيا شيء أستاذ سمير، نحن هنا في موقع تحليل الحدث وليس تنظيرا للحدث. صباح، علينا يعني 70 مدينة إيرانية، تحليل الحدث تظاهرات يعني 70 مدينة إيرانية على موعد مع تظاهرات جديدة. السلطات الإيرانية يعني تعمل على إقفال أو إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي وكل شبكاتها، يعني حتى المؤتمرات الصحفية التي تعقد، وهذه البراكين المتفجرة، كل هذا الأمر هو نتيجة ضغوط اقتصادية على إيران، يعني ضحيتها المواطن الإيراني، لذلك هو خرج متظاهرا من أجل، وكانت حتى الشعارات على النظام الإيراني أن يوقف دعمه للميليشيات في سوريا وفي العراق وفي لبنان. حتى حسن نصر الله بنفسه يخرج ويقول حتى يعني معاشات أفراد حزب الله وما يحصلون عليه من مصاريف وأسلحة وعتاد وملابس كلها من ميزانية إيران. بالتالي هناك من يتوقع أن تتحول هذه التظاهرات إلى زلزال سياسي في إيران. أستاذ سمير، هناك في السياسة شيء واقع أن والتمني شيء واقع آخر. نحن الآن أمامنا حدث نتحدث به ونحلل يعني أسبابه ومآلاته، لكن أن نتمنى كيف يكون هذا مو بيدنا أنه كيف سيكون. الشارع هو من يعني القائمين والمسيرين لهذا الحدث، هم أعرف منا بما سيقول إليه وإلى أين سيتجهون بهذا الحدث. الوضع الاقتصادي في إيران لا شك أنه وضع مزري، ورئيس لجنة إمداد الخميني، وهي لجنة اجتماعية تقدم مساعدات اجتماعية، طرويز فتاح، خرج قبل أسابيع واعترف أنه هناك 40 مليون إيراني يعانون الفقر، وهناك أكثر من 14 مليون إيراني هم تحت خط الفقر. العامل الاقتصادي ليس دائما هو مسبب للثورة، وإلا لكان كل يوم نشهد ثورة في بلد من البلدان بالمنطقة. ولكن إيران دولة غنية جدا، إيران دولة غنية جدا، ليست كأي بلد. أستاذ صباح، أستاذ أسامة، سأعود إليك أستاذ صباح لطفا. أستاذ أسامة، يعني وكالة الأنباء الفرنسية تحدثت عن أن السلطات في إيران اعتقلت أكثر من 200 شخص، وهناك العديد من القتلى سقطوا في التظاهرات. إلى أي مدى تتوقع، وخصوصا أنتما توقعتما أن ما حدث لن يصل إلى مرحلة ثورة، كيف ذلك؟ وهناك من يرى بأنه ربما سيكسر المتظاهرون حاجز الخوف فيما لو استمر زخم هذه التظاهرات في الأيام المقبلة.
يجب أن نعلم ونحن مرة أخرى نحلل الحدث. لذلك عندما يعني استفسرنا من الأستاذ الصباح أنه هل يجزم بأنه الموضوع فقط بين صراع بين أجنحة؟ لا، ليس جناحين، أجنحة يعني. فيعني قال لا يجزم. على كل الحرس الثوري الإيراني اختصاص في قمع المتظاهرين ومتغلغل لدرجة كبيرة جدا. هذه المؤسسة الصفوية لن لا أقول تستسلم، لأننا لسنا في فصول وفي مشاهد يعني نصل فيها إلى الكلام عن قضية الاستسلام. هذه المؤسسة الصفوية وأنا أقول المذهبية لن تسمح للمظاهرات أن تستمر، لن تسمح للمظاهرات أن تبلغ الأوج. لذلك الموضوع ليس بسهل على الإطلاق. هذا الحرس الثوري اختصاص إرهاب دولة بكل معنى الكلمة، واختصاصه أيضا التغلغل بين المتظاهرين واختراق المتظاهرين، وهذا ما يعني يحصل. هناك تلميح واضح إلى قضية الرد، وهو رد تقليدي، مظاهرات موالية للدفاع عن الثورة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن يحصل اقتتال بين المدنيين على الأرض على وهذا وهذه ماذا يعني؟ هذا أمر خطير للغاية، هذا أمر يصد المتظاهرين. ماذا يعني يخرج موالين؟ بشار الأسد فعلها في بداية الثورة السورية. هذا ما نقصده. لا، يعني هناك أكثر من ذلك. أكثر من ذلك سيحصل صدام، لأنه المظاهرات اللي هي ضد هذه المؤسسة أو التي تريد الإصلاح أو تريد التغيير ستصطدم بمدنيين آخرين بالملايين فعلا، لأنهم ممولين وتابعين لسلطة، وبالتالي سيكونون في الشارع وستكون هناك مواجهات. الطرف الأقوى فيها هم الطرف الموالي للسلطة، وسيكون مدنيين وسيحصل هناك صراع بين هذه الكتلة البشرية وبين هذه الكتلة البشرية. وأنا أجزم بأن السلطة تستطيع أن تجند أعداد أكبر من المتظاهرين، وسيكون هناك يعني في حساباتهم أن هناك حل للجم المتظاهرين وضرب المتظاهرين وإلى ما هنالك. هل تتوقع يعني أن يكون كالذي يحارب حرب عصابات مثلا بحرب عصابات مماثلة يعني مواجهة لها؟ هكذا يريدون، وفعلها بشار الأسد. رد تقليدي كان يخرج الـ 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 حتى الـ الجيش كان يغير ملابسه ويلبس لباس مدني، لدينا مقاطع فيديو في ذلك، فيلبسون ويخرجون في تظاهرات على أساس أنها تظاهرات موالية وتريد الدفاع عن الثورة بهذه الشعارات. لذلك هذا الأمر سيؤدي إذا تفاقم هذا النهج. هل هناك مؤشرات على تفاقمه، خصوصا أن وزير الداخلية قال إن إيران تواجه أعداء يجب كشفهم، وهذه التظاهرات ما هي إلا مؤامرة؟ هل تعتقد بأنه ربما سيتطور الأمر وهذه التظاهرات إلى صدامات فعلية تؤدي إلى سقوط قتلى، بالتالي يتطور الأمر في إيران؟ يعني الأمر يحصل، هناك صدامات ليست بحجم المساحة الإيرانية الضخمة وعدد السكان الكبير، ولكن نفس التهم الإعلامية المضادة. يعني سمعنا مثلا في الإعلام المندسين، سمعناها من أول يومين أن هناك من قتل اثنان من المندسين، اندسوا وقتلوا اثنين من المتظاهرين. نسمع نفس الألفاظ المندسين، هناك مؤامرة كونية، وهناك يعني بعد وبدأت التلميحات لاتهام يعني أمريكا التي هي حليفة لإيران أصلا في العراق وفي أماكن كثيرة جدا. لذلك سيكون هناك اتهام لأمريكا ولإسرائيل وأنهم حلف المقاومة وأن إيران هي تسند المقاومة والممانعة. كل هذه الشعارات اللي استخدمت من قبل إعلام النظام السوري ستستخدم في إيران وبشكل أكبر. ولاحظ معي أن الإعلام الإيراني أوتوماتيكيا يكذب بشكل أوتوماتيكي. يعني عندما يترجم، أنتم تعلمون في حادثة مرسي عندما زار يعني إيران وكان له كلمة، أوتوماتيكيا كان يتكلم عن سوريا، أوتوماتيكيا المترجمة تترجم إلى اللغة الفارسية وتقول أنه يتحدث عن البحرين. ولذلك وهذا أمر رصد مرارا في الإعلام الإيراني، أوتوماتيكيا لديهم تعليمات بالتحريف والتزوير، والذي يسمع اللغة الفارسية هم الفرس، يعني هم الإيرانيون، ليس يعني الإعلام هذا غير موجه لدولة أخرى. تمام. ولذلك هذه انعدام الشفافية في الإعلام الإيراني أمر خطير. التزوير في للحقائق أوتوماتيكي، ولذلك سنسمع كل الشعارات وكل الاتهامات
التي ستتهم المتظاهرين بالعمالة وبالاندساس وبأنهم يعني حلفاء لإسرائيل ومن إسرائيل وأمريكا وترامب. يعني من الآن هناك التلميح إلى ترامب، وترامب لم يجد ولن يجد حليف في على الأقل في العراق وفي سوريا وفي مناطق أخرى أقوى وأفضل وأخلص أكثر إخلاصا من الحليف الإيراني. أستاذ صباح، كيف تقرأ حديث ترامب عن هذه التظاهرات؟ أستاذ صباح المسوي، هل تسمعني؟ نعم أنا معك. نعم أستاذ صباح، يعني ترامب تحدث عن هذه التظاهرات بأن قال بأن الشعب الإيراني الآن صار مدركا تماما بأن نظام إيران هو من يدعم الإرهاب، كيف تقرأ ذلك يعني؟ وأن أمريكا بالطبع كما تحدث الأستاذ الدكتور أسامة حليفة لإيران. يعني تصريحات ترامب ليس الأولى من نوعها، فهو منذ أن جاء إلى البيت الأبيض وهو يطلق مثل هذه التصريحات وهدد بإلغاء الاتفاق النووي، ولا شك أنه هناك خلافات في سياسة بيت الأبيض حول إيران، لكنه تصريحاته حول الأحداث الجارية والمظاهرات كان تصريح ممكن أن يقرأ من أكثر من جهة، يعني ممكن أن يكون هو مبرر أعطاء مبرر للسلطة لضرب المتظاهرين بحجة أنهم يعني مدفوعون من قبل أمريكا، أو أنه فعلا قد يكون هو مؤيد لهذه المظاهرات ويريد أن يبين أمام الشارع الأمريكي أنه هو قادر على أن يحرك الشارع في إيران. يعني ممكن أن تقرأ بأكثر من صورة هذه التصريحات، لكن ما يزال لدى الأمريكان رغبة في بقاء هذا النظام. هذا النظام خدم أمريكا، وبالتالي أمريكا لا تستطيع أن تفرط به ما لم تجد البديل القادر على أن يوفر لها الأفضل مما وفره هذا النظام. نعم، شكرا لك أستاذ صباح الموسوي المتخصص بالشأن الإيراني لوجودك معنا في هذه الحلقة. دكتور أسامة، إيران يعني حذرت على لسان أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، حذر وقال أو هدد الدول التي تتدخل في شؤون إيران الداخلية من خلال هذه التظاهرات بأنه لابد من أن يجدوا جوابا لذلك. يعني ماذا يعني بالجواب؟ يعني إيران بالأساس كما تعلمون لديها نفوذ كبير في سوريا وفي لبنان وفي العراق، ويعني ماذا يقصد بالجواب؟ من الدول التي يعنيها من وجهة نظرك؟ يعني إذا هو جوابه سابق، يعني الأجوبة التي يقصدها هي سابقة للأحداث، يعني هو يجيب أصلا، هو يعتدي، هو يتدخل، هو يثير الفتن الطائفية ويثير الفتن بشكل يعني، والإجرام إجرام بإشراف إيراني موجود، فعل ذلك في العراق، ولا أعتقد أبدا أن الفتنة الطائفية في العراق خارج التخطيط والترتيب الإيراني ولا عندكم التفاصيل، والفتنة أيضا في سوريا، وما يفعل من دعم مجرم مجرم خطير كبشار الأسد، بل هو الأكثر إجراما في التاريخ، دعم مطلق، عدم حتى التنازل عن فرد بشار الأسد عن شخصه، هذا كله بدعم إيراني. وأقول لك أكثر من ذلك، حتى الروس أنا لا أعتقد أبدا، ولدينا الأدلة لكن ليست الأدلة الجازمة، ولكن لدينا التحليلات والأدلة التي تقول أن تدخل الروس في سوريا بتمويل إيراني، بتمويل إيراني، هذا أيضا جواب على الموارد التي تنفق. هل تعلم أن بوتين هو أغنى رجل في التاريخ؟ في التاريخ ثروته بمئات المليارات. على كل الأحوال هذا بوتين متهم بالفساد داخل روسيا لأنه سرق أموال تخص البنى التحتية الروسية، فما بالك بالسياسة الخارجية الروسية ألا يبيعها؟ فلذلك ومن يمول؟ هل بشار الأسد لديه القدرة على التمويل؟ إيران تتبنى بشار الأسد ماليا، لذلك تدخل روسيا في سوريا صح هناك وعود مستقبلية لاستثمارات ربما تحصل وربما لا تحصل، ولكن هناك دفع مال من إيران إلى روسيا إلى بوتين بالذات وفريق الكرملين ليكون في صف إيران في مجلس الأمن وليكون أيضا في صف بشار الأسد. ما حصل في إيران يعني الآن من تظاهرات في
في جميع المدن الإيرانية ربما، يعني المقدر أنها ربما ستكون 70 مدينة إيرانية، وهذا يعني رقم كبير. ما يجري في إيران الآن؟ إلى أي مدى ترى أن هناك حسابات ربما لدى النظام الإيراني قد تغيرت بناء على هذا المستجد، بالتالي هناك تغيير سيحصل في سياسة إيران الخارجية في دول الجوار، لا سيما العراق، سوريا، لبنان، اليمن؟ إلى أي مدى يعني أنت تتفق مع من يقول بأنه سيتم تغيير في السياسة الإيرانية؟ أولا، التظاهرات لم تبلغ الحد الذي تجبر فيه هذه المؤسسة الصفوية الحاكمة على أن تغير من سياساتها أو أن تنكفئ نحو الداخل، أن تستدعي الميليشيات الموالية لها والميليشيات الإيرانية بالذات أن تستدعيها إلى داخل إيران. لم يبلغ الأمر هذا الحد، ونتمنى نحن أن يبلغ، أن يصل إلى هذا المدى. الأمر الآخر نقول ونكرر أن الأمر، ولدينا تجربة في سوريا، يجب على العالم أن يسمعنا بكل دقة، وعلى المعارضة الإيرانية أن تسمعنا بدقة أكثر مما استمع أستاذ صباح إلى ما ذكرت من وجوب تدخل المعارضة الإيرانية والأحوازية في هذا الشأن، وأن يكون لها جهد للتنسيق ليس لوحدها. يعني أخطر ما يكون من أمر في هذه الأحداث إذا تطورت أن يكون هناك استفراد، بمعنى منطقة تثور وتتحمل عبء المواجهة مع هذه المؤسسة الإرهابية، أنا أقول الصفوية، وباقي المناطق لا تثور لا تتحرك. لذلك أنا أدعو الأحوازيين إلى أن يرتبوا الأمر عندما يجدون أن هناك فعلا تواصلات بينهم وبين هذا الحراك، أو بين بعض الذين يحركون في إيران من خارج أجنحة النظام، أن ينسقوا معهم وأن يكون لهم دور. أنا اليوم استمعت الأستاذ صباح إلى كلام فيه الكثير من الواقعية، نعم، ولكن يتحدث وكأنه خارج الحدث. لم يقول، هو قال ليس بإمكان الأحوازين، يقول يعني ليس بإمكان الأحوازين وحده للتحضير، يعني ليقول أننا سنحضر، سندرس، سنتواصل مع كل القوميات ومع كل الفئات وكل المكونات الإيرانية، لكن أن يتحدث يعني يبلغنا بأنه هو خارج الحدث ويكون محلل كما قال، نحن نتمنى أن لا يكون محلل، أن يكون فاعل، أن يكون منظم لهذه التظاهرات. أنا أقول لك بالمجمل، التظاهرات هذه الإيرانية هي الأمل بالخلاص للشعوب الإيرانية وللشعوب في المنطقة بأجملها. إيران تحمي الدكتاتوريات، تحمي الإجرام، تحمي القتل. إيران تسعر الطائفية في كل مكان. إيران تتحالف بسياسة التقية السياسية مع أمريكا، وتتحالف حتى مع روسيا، وليس لديها أي قيم في سياستها الخارجية، أي قيم على الأطلاق، سوى المصلحة ربما الطبقية لطبقة معينة داخل إيران تستغلها. لو وجدنا أن هذا الفقر دفع الناس إلى الخروج والمطالبة بحقوقهم، وقالوا له بوضوح لخامنئي اترك سوريا والتفت إلينا، بالمعنى أنه يعني هناك يعني الاقتصاد الذي يهدر في سوريا وفي أماكن أخرى. في ختام هذه الحلقة أشكر شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور أسامة الملوحي، رئيس هيئة الأنقاذ السوري، ضيفي في الاستوديو. شكرا لكم، وشكر موصول أيضا للأستاذ صباح الموسوي المتخصص بالشأن الإيراني. تقبلوا مني مشاهدينا الكرام أطيب تحية في ختام الحلقة، وإلى اللقاء.